السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس محمد مصطفى من ايلاند اوف نوريتش. إن شاء الله هنبدأ كورس لايت كارنت، وأتمنى إن احنا نقدم الكورس بشكل جيد يفيد الجميع سواء طلبة أو خريجين. هنتكلم عن إيه في الكورس بتاعنا؟ أول حاجة هنتكلم عن introduction عامة عن اللايت كارنت، بعد كده نبدأ نمسك سيستم سيستم ونتكلم عنه بالتفصيل زي الفاير ألارم، بابليك أدرس، استراكشر كيبلينج، السي سي تي في، وأنظمة تانية كتير. نبدأ مع الانترودكشن Definition and Terminology. اللايت كارنت ما هو إلا مجموعة من الأنظمة الكهربية بس بتسحب تيار قليل، لأن هي عبارة عن إلكترونيكس الباور بتاعتها صغيرة وشغالة على جهد قليل، فبالتالي هتسحب تيار قليل مقارنة باللايتنج وبالباور. طب هل اللايت كارنت ليه مسميات تانية؟ أيوة ليه مسميات تانية زي ايه؟ لو كارنت او لايت كارنت او اكسترا لو فولتج، والتسمية ديت بيحبوها في الخليج، او Information and Communication Technology الـ ICT، وفي ناس بتسميه Special System. لو حبينا نقسم الـ Light Current Systems لـ Sub Category هنقسمهم بالشكل التالي. أول كاتيجوري هي الـ Life Safety، ودي أهم كاتيجوري لأن هي المسؤولة عن حماية الأشخاص والمنشآت زي ايه؟ زي الـ Fire Alarm وزي الـ Public Address. تاني كاتيجوري هي الـ Life Security، ودي خاصة بتأمين المكان زي الـ CCTV والـ Access Control System. تالت كاتيجوري Entertainment، وده ترفيه للناس. لو انا عندي مبنى إداري مثلا، أقصى حاجة أعملها أحط شاشة في الـ Waiting Room عشان الناس تتفرج على التلفزيون، لكن لو عندي فندق هنلاقي إن الترفيه حاجة مهمة جدا، لأن كل ما الجست يتبسط كل ما هيقعد في الفندق أكتر كل ما هيدفع فلوس أكتر. زي إيه؟ زي الـ Audio Visual System. رابع كاتيجوري هي الـ Management. في الكاتيجوري ديت أنا عاوز أعمل مونيتور للمبنى بتاعي بالكامل، عاوز أراقب الـ Electrical System الموجودة في المبنى، وده عن طريق نظام الـ BMS. زمان لما كان بيحصل عطل في التشيلر بتاع التكييف ما كانش حد بيعرف ان في عطل الا لما ما يكونش فيه هوا، فالناس تبدا تعرف ان في عطل فيطلعوا يشوفوا العطل دوت ايه. لكن عن طريق نظام البي ام اس بيبقى عندي مجموعه من السنسور بتقيس كل حاجه عندي وتبعت سيجنال للاوبريتور عشان يراقب المبنى بالكامل. خامس كاتيجوري انفورميتيف، اني بدي معلومه معينه لليوزر او للمالك بتاع المكان. زي ايه؟ زي الماستر كلوك سيستم او البيبول كاونتنج سيستم. انا جاست بدي معلومه لكن مش باخد حاجه، وفي كاتيجوري تانيه كتير. ده الماستر كلوك سيستم، انا بدي الناس التوقيت لكن مش باخد منهم حاجه، وده بيبول كاونتنج سيستم، النظام دوت بيعد الناس اللي داخله للمكان. لو استخدم السيستم دوت في مول فهو كل مهمته يعمل كاونت للناس اللي بتخش المول عشان يدي انفورميشن لمالك المول هل المول دوت ناجح وفي ناس بتيجي كتير ولا لا. الانظمه بتاعت اللايت كارنت مش بالضروره تكون موجوده في كل مكان، لو انا محتاج السيستم دوت هعمله، لو انا مش محتاجه يبقى مش هعمله. زي مثلا البيبول كاونتنج سيستم دوت ممكن اعمله مثلا في مول، لكن لو عملته في مستشفى او فندق ملوش اي معنى، لان كده كده اللي داخل المستشفى او اللي داخل الفندق بيسجل اسمه عند الريسبشن. وزي برضو البيوت، في البيوت مش هنلاقي عندنا فاير الارم سيستم ولا بابليك ادرس ولا الانظمه دي كلها، يبقى انا لو محتاج النظام هعمله، لو مش محتاجه مش هعمله. في اي نظام هنشرحه ان شاء الله هنعرف الديفينيشن بتاعه، تعريف السيستم، الكومبوننت بتاع السيستم، ازاي بنوصل الكومبوننت دي مع بعض، وهنعرف ازاي بنوزع الكومبوننت عشان نكون السيستم، وهنعرف كمان الانترفيسز ما بين السيستم دوت والانظمه الاخرى، وهنشوف شويه تيبس اند تريكس عن السيستم دوت، وهنعرف السبيس بروجرام بتاع السيستم، وفي الاخر ان شاء الله هنبص على بروجكت. بريكوشن فور لايت كارنت، زي ما قلنا ان الانظمه ديت عباره عن الكترونكس بتسحب تيار قليل وشغاله على جهد قليل، بالتالي الامبيدنس بتاعتها او المقاومه بتاعتها قليله، فما ينفعش ان انا اوصل الانظمه ديت على نظام الارسنج بتاع المشروع اللي هو بتاع الكهرباء، لان المقاومه بتاعته بتكون 5 اوم مثلا او اكتر. انا هنا محتاج كلين اير لللايت كارنت بس تكون المقاومه بتاعته نص اوم. تاني نقطة، أنظمة اللايت كارنت وبالأخص اللايف سيفتي واللايف سيكيورتي لازم تتغذى من يو بي اس وجنريتور، ما ينفعش أعتمد على الترانسفورمر فقط، لأن ما ينفعش الأنظمة ديت تفصل مهما حصل. ولو عندي مشروع كبير وفي داتا سنتر كبيرة يبقى هجيب جنريتور للداتا سنتر لوحدها وجنريتور لباقي المشروع، ودايما هنا بتحصل خناقة بين بتاع الإنجينيرنج عشان عاوز يوفر وبين بتاع الأي تي عشان هو خايف على السيرفرات بتاعته اللي هي بملايين، وبيبقى عاوز كلين اير والجنريتور خاص بأنظمة اللايت كارنت.
تالت نقطة، الكابلات بتاع الأنظمة ديت بتعتمد على الـ Manufacturer Recommendation، يعني كل مصنع بتاع سيستم هو اللي بيحدد الـ Cross Section Area بتاع الكابلات اللي أنا هستخدمها في السيستم ده. رابع نقطة، there is no standard for system capacity. لو هنتكلم مثلا عن الفاير الارم، هنلاقي ان اللوب ملهاش عدد ديتكتور ثابت، لكن بيختلف حسب المصنع، وكمان البانل مش بتشيل عدد لوب ثابت، برضه بيختلف على حسب المصنع، بالتالي ما عنديش ستاندرد بيحكمني في اللايت كارنت. النقطة اللي بعد كده، اي ديزاين لازم يدي انفورميشن معينة للمقاول اللي هينفذ، زي ايه؟ لازم يكون فيه بلان اللي هو الرسومات المعماري، ودي بتتعمل على الكاد او الريفت. لازم يكون فيه رايزر اللي هو السنجل لاين دايجرام، وده برضو بتعمل على الكاد او الريفت. ولازم يبقى عندي السبيكس بتاعه المشروع، ودي بتتعمل على الوورد او الاكسل. بيكون في حاجه اسمها بي او كيو، بيل اوف كوانتيتي، اللي هي حصر كميات، وده بيتعمل على الاكسل. وفي حاجه كمان اخيره، ال او ام، ليست اوف ريكومندد مانوفاكتشرنج، وام او ام، ميثود اوف ميجرمنت. هنا ممكن يحدد لي الشركات اللي انا هتعامل معاها، وكمان بيحدد طرق القياس والدفع، ودول ممكن يكونوا منفصلين او ممكن يكونوا داخل البي او كيو. لو انا اديت الحاجات ديت للمقاول، يبقى انا كده كمصمم قلت للي هينفذ انت هتفرش فين وهتوصل ازاي، ومواصفات كل حاجه عباره عن ايه وكميات قد ايه. الـ Good Design should consider client requirement and the project condition. الـ Client requirement لازم أحقق كل متطلبات الملك، يعني مثلا لو عاوز يراقب كل روم ما ينفعش أحط له كاميرات في الكوريدور بس، والعكس بالعكس. الـ Project condition لازم الـ Design يكون مناسب لطبيعة المشروع. أبسط حاجة، ما ينفعش أجيب حاجة indoor أوصلها في الـ outdoor. لو أنا هستخدم مواسير مدفونة في الحيطة فهتبقى مواسير UBVC، لكن لو هستخدم مواسير إكسبوز بتكون مواسير EMD، وده في أغلب المشاريع. الفيلينج فاكتور بتاع الكوندويت بيكون 60%، لكن للكيبل تريز بيكون 40%، ولازم التزم بالنسبة ديت عشان ابقى عامل حساب الفيوتشر اكستنشن، اي زيادات ممكن احطها في المشروع في المستقبل يكون ليها مكان. اي سيستم بقى ان شاء الله هنشتغله مع بعض بيتكون من 3 حاجات، الانبوت والبروسيسنج او الكنترول والاوت، وبربط ما بين الثلاثة دول بالكابلات. ودي شكل المواسير الـ EMT، وده شكل المواسير الـ UBVC. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن الفاير ألارم سيستم. شكرا.